فهل بدأت آثار علامة الساعة الصغرى وهي من العلامات الصغرى الأخيرة التي لم تحدث؟ فمعظم علامات الساعة الصغرى 90% من علامات الساعة الصغرى قد ظهرت، وبقي علامتان أو أكثر الله أعلم، ومنها انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، ومنها إقامة الخلافة الراشدة. الخلافة الله أعلم متى تظهر، لكن لدينا هنا علامات جديدة خرجت اليوم بعد انحسار نهر الفرات، ألا وهي بزوغ مغابر أو آثار أو شيء من هذا القبيل. انظروا إلى هذا الدرج، لهذه الحفرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تظهر آثار وقرى أثرية قديمة تظهر على نهر الفرات أو بعد أن ينحسر نهر الفرات. والمكان عميق جدا، ويوجد ماء. إن شاء الله في المقطع الجاي نحاول أن نسحب هذا الماء خرطوم، نتخلص من هذا الماء حتى كي ندخل جوا ونصور لكم المقطع جوا. لا نعلم كم الداخل، كم عمق المقارة من الداخل، لكن نعدكم إن شاء الله في المقطع الجاي راح ندخل ونصور أكثر لكي نرى بأم أعيننا. ربما يكون جبل الذهب قد اقترب ظهوره، لا سيظهر جبل الذهب هنا عندنا في هذه المنطقة. الله أعلم، هذه منطقة جبلية كلها آثار. الماء كان إلى أعلى الجبل هناك في تلك المنطقة. نحن اليوم بات الفرات ينحسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينحسر الفرات، لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. كيف الانحسار؟ الانحسار باللغة العربية معناه إما أن يجف أو أن يتحول مسار النهر. اليوم نحن بسبب السدود التي أنشأتها تركيا بدأ ينحسر نهر الفرات، وبدأ يقل ماؤه، وبدأت تظهر المعالم، القرى والآثار القديمة بدأت تظهر على العلن. فنسأل الله العافية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.